أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بنكمل في موضوع العيد، وقد أثارت تغريدات للبروفيسور واستشاري الطب النفسي السعودي الدكتور طارق الحبيب حول وجوب تجنيب الأطفال دون سن السابعة رؤية ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى الجدل على تويتر، وكنا قد طرحنا البارحة هذا الموضوع ضمن فقرات التواصل الاجتماعي من موقع سيدتي دوت نت، وبسبب أهميته وتأثيراته النفسية على الأطفال قررنا طرحه ومناقشته مع المختصين. زميلتي خلود في جدة والتفاصيل، إليك خلود. شكرا لك يا هدى. طبعا مشاهدينا الكرام، لا يختلف اثنان على قيمة سنة الأضحية، خصوصا شرعيتها أيام النحر، وهذه السنة تتم مرة كل سنة، وطبعا لا يعني ما نقدر نختلف انه هي واجبة، لكن عندنا جدل. الجدل هذا بيتكلم عن حضور الأطفال عملية الذبح، يعني ايش آثاره. احنا حنتعرف عن هذا الموضوع اكثر لكن مع ضيفتي في الاستوديو الأخصائية النفسية الأستاذة سميرة الغامدي. يسعد مساك يا أستاذة سميرة. يسعد مساك، اهلا وسهلا طيبين. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. حضرتي ذبح؟ لا طبعا، انا بالنسبه لي ذكرياتي مع العيد المعمول والغريبه حقت ماما وكبده بابا ده كبيره ده كبيره. طيب يعني اعطيني رايك في الهاشتاج اللي نزل اللي هو حضور الاطفال ذبح الاضاحي. يعني انا طبعا ضد حضور الاطفال ذبح الاضاحي. اول شيء هي سنه والراشدين هم اللي بيعملوها. ماني عارفه ايش فكره انه نخلي الاطفال يحضروها، وليش دائما نختصر تعليمنا للأطفال بنسك الحج والأساسيات حقته بس في ذبح الأضحية. يعني لو كل أب مثلا جلس ابنه ولا بنته الصغيرة وقال لها مثلا هذه عرفة هذه مزدلفة، الناس تطلع من تنفر من مثلا من عرفة لمزدلفة لمنى وشرح لها الطقوس، مش هو هذا الأهم؟ ليش نختصر إنه إحنا لا عشان نعلمهم الأضحية عشان لما يكبروا يذبحوا؟ طب علموهم الأساسيات الثانية. أولاد وبنات. أولاد وبنات، لأنه في حاجات أهم بكثير من إني أنا بس أوريهم. يعني الريسك ريسك شديد اني انا اوري طفل صغير حيوان هو بالنسبه له حيوان يلعب بي دائما. يعني هم ايش الفكره؟ يعني هم لما بيوروا الطفل عمليه الذبح ده صوت الأضحية لما تندبح لوحده يعني بيسبب مشاكل نفسية. الردود حقت الناس يقول لك لا عشان يتعلم عشان بكرة لما يكبر يضحي. طب ما هو ممكن يبطل في اللحمة كلها، وهذا اللي بيحصل. وبعدين في فرق يا خلود، في فرق ما بين طفل تربى في قرية ما بين الحيوانات المرعى أهالي هذا شيء متعود عليه أصبح منظر حتى يعني يألف البيئة، وبين طفل أصلا ما يعرف من خروف العيد إلا خروفي خروفي وواحد بيعمل صوف. يعني في فرق ما بين طفل يعني التربية التهيئة العمر كمان. يعني ما ممكن تجيب طفل عمره 6 سنين بالنسبة له الخروف اللي جايبينه في البيت هذا حيوان بسيط صغير يحبه ويلعب به زي البسة زي أي حي زي عصفور، وفجأة يلاقيه قدامه وبيذبحوه وبيشقه بسكينة. يعني انت متخيله قد ايش الطفل ممكن يمتص هذا الرعب الشديد انه في احد بينبح قدامه. طبعا هي ممكن تسبب صدمه شديده. ابسط حاجه واللي بنسمعها كثير واللي بنشوفها كثير انهم يرفضوا ياكلوا اللحم. واحد والله فعلا صدقي لي، لاني انا ماني طفله، يعني انا لما شفت خروف انا لو شفت خروف بينذبح انا لا يمكن اكل. انا لي صديقات ما حبوا المريضات، انا لي صديقات الان وصل عمرهم 30 و40 سنه مع ان انا 20 يعني 30 و40 سنه ولكن للان ما ياكلوا اللحمه. اها. اثنين الرعب زي ما قلت لك احساسهم انهم هم فقدوا شيء يحبوه. ليش الأب يعني احيانا تجي ردة فعل انه يصير عندهم خوف نفسي من الأب حتى او من الشخص اللي ذبح. ليه هو ذبح الحيوان اللي انا احبه؟ هو ايش سوى؟ بعدين كمان عندنا طقوس غريبه حقيقي ومزعجه، هي انا اعتبرها سخيفه، انه احيانا من باب المداعبه يمسكوا السكاكين ويقول له تعال حذبحك زي الخروف. تخيلي طفل ده مداعبه؟ ايوه هذا بيدعبوهم، هم كده بيدعبوهم. تخيلي كم الرعب اللي ممكن يصير في طفل واحساسه بالخوف انه هو ممكن يتعرض لنفس المنظر. الأسوأ احنا نعرف انه في مرحله مبكره يكون الاطفال يحبوا التقليد. تخيلي صح. لو انا مسكت طفل مسك سكينه وراح لا سمح الله ذبح اهله ذبح حيوان، يعني اي حاجه ممكن يعملها تاذيه حتى ممكن يعور نفسه. هل يعني هي دي الطريقه؟ بوجهه نظرك استاذه سميره ممكن تنمي جانب عدواني حتى لو تقليد ممكن تنمي جانب عدواني؟ لا هي ما حتنمي، يعني للامانه ما حقول لك انها حتنمي جانب عدواني لو ما كان عند الشخص استعداد وفي اسباب ثانيه. ولكن حتنمي الجانب الأسوأ الخوف. الخوف والرعب، وهذا أسوأ بكثير. يعني العدوان المشكله بيقول لك انا بذبح قدام عشان يصير رجال بكره يكبر. مين قال انه هي دي الطريقه؟ ما انا ارجع اقول انه التهيئه
حلو جميل جدا. وانا دائما اقول لازم نعلم اولادنا زي ما بنعلمهم من هم صغار انهم يروحوا المسجد عشان يتعودوا على الصلاه، انهم في رمضان يسومهم نص النهار بعدين ربع النهار بعدين يخليهم يصوموا النهار كله. نفس الشيء في الحج، يعني المدارس بتعمل حاجه جميله زي دحين بعد عيد الحج كل المدارس تعمل حاجه عندهم اسمها ركن الحج، يجيبوا الاولاد يلبسوهم الاحرام ويجيبوا لهم يعملوا لهم مجسم للحرم ويوروهم يقولوا لهم هذا جبل الرحمه مثلا في عرفه، ويبداوا يشرحوا للاطفال ايش يعني الطقوس في الحج. ليش ما نبدا نعمل كده وبالتدريج نبدا نقول له انه في شيء اسمه الاضحيه، في شيء اسمه كذا بعد يعني ما هنا سؤالي، هل التدرج بتعليم الطفل ومن ضمنها الاضحيه مناسك الحج ومن ضمنها الاضحيه هذا بيخلي وهل الصدمه اخف عليه؟ طبعا، لانك انت كل مرحله سنيه يعني في عمره انت بتعلمين شيء. لما تيجي مثلا لما يجي عمره 6 سنين بتقولي له انه في حج ومناسبه حلوه وعيد وكعك ومش عارفه، صار 7 8 سنين لا بنروح ونصوم ونصلي وندعي ربنا وكذا، صار عمره 9 سنين في شيء اسمه ندبح ممكن اخده بس واحنا نختار الخروف مثلا، 10 سنين اخده على المسلخ مو شرط ادخله جوا لكن ممكن اخليه يستنى في السياره وبنقول له الان حناخذ، يبدا في ال 11 سنه والسن الكبير اللي خلاص بقى يصير واعي ممكن ساعتها يرافقني. والان يعني حتى موضوع انه الناس بتذبح في بيوتها والناس كده اصبحت يعني غير مقبوله ولانه حتى مو صحيه، فما بالك لما اجيب طفل واخليه لا سمح الله. لا المشكله في طقوس فيها القليل من الخزعبلات، الكثير من الخزعبلات، الكثير من الخزعبلات اللي هو الذبح والدم لازم يكون عند الباب ويسيل ويرترت ايوه ويخطي، ده كلام فارغ يعني. انا احس انه ده بينمي مشاعر سلبيه مش عند الطفل فحسب، عند العيله كلها، والبيت يكون كله ريحته صارت تعيسه وضايقنا الجيران وجيران الجيران. ولكن ارجع اقول لك يعني حتى لو عشان لا يقولوا ما نبغانا نستمتع بالعيد، استمتعوا بالعيد يا جماعه، ولكن لا تضغطوا على طفل صغير ما يفهم. طفل يعني تخيلي طفل عمره 5 سنين الحياة بالنسبة له حيوان أليف يشوفه في أفلام كرتون، لعبة يلعب بيها فجأة يلاقي، والشر بالنسبة له سكينة يرتبط، هذا ارتباط شرطي يصير عنده وهذا الاشتراط الكلاسيكي أصعب حاجة إنه يرتبط عنده بموقف مؤلم. فلما يرتبط عنده إنه أبوه، هو تخيلي هو شاف أبوه مثلا أو اللي بيسلخ شافه ذبح، تخيلي إنه الصورة دي ممكن تتغير. شايفة معي الصورة اللي طلعت؟ انا شفت طبعا المنظر ده، هذه يعني انا بدي اقول تعليقك بالله على المنظر ده، تعليق عليها انه بدي اقول للاب اللي عمل الصوره دي انه لازم يخجل من نفسه، لانها اول شيء صوره مقرفه، صوره ما احترم فيها نعمه ربنا وحط فيها الطفل، ولا احترم النعمه اللي ربنا اعطاه له هي الطفل. انا يعني وبما اني دائما ادافع عن الاطفال بقول انه هذا ممكن الجهل يوصل لمراحل زي كده واصعب. والله للاسف الشديد يعني الحكايه ما هو جهل علم لكن جهل فكر، جهل يعني بيكونوا متعلمين وبتوع مدارس زي ما يقولوا، لكن للأسف الشديد هو جهل الفكر يعني. هذا طبعا صورة سخيفة جدا، أتمنى أنه يحاسب صاحبها، أنا أتمنى أنها ما تنتشر بالعكس. طب المفروض فرضا من الأشياء اللي بتصير طبعا ومزعجة، أحيانا مش بيكون الموضوع من الأم والأب، أحيانا بيكون في الشارع زي ما قلتي، أحيانا أمام البيوت صحيح. أي سبب إن شاء الله، حتى أي مناسبة بيذبحوا فيها الطفل بيمر بيشوف الأشياء يعني دي، يعني هذه وارد تحصل. علشان كده أنا أتمنى من الأسر اللي يحصل لابنهم حاجة زي كده ما يمر الموضوع مرور الكرام يعني. هنا السؤال أيوة، لا لازم نجلس مع الأولاد حتى لو هم ما حسوا أنه الطفل تأثر. يعني أطفالنا مو زي بعض، طفل يتأثر في طفل ما يتأثر، ممكن يكونوا أخوين، واحد يعدي الموضوع واحد يتوستر شوية، لازم نجي نشرح له انه ربنا سنن لنا انه احنا ناكل اللحوم واللحوم في طريقه معينه وذبحها بالطريقه دي تخليها ما تتعذب مثلا وتكون صحيه اكثر. نبدا نشرح لهم الاشياء، لانه لما تشرحي لهم انت بتفتحي لهم شويه العالم تبعهم وبتخلي يعني يصير عندهم شويه امان، والعكس صحيح. لما يكون دائما عندهم اسئله بدون اجابات واستفهامات كثيره هذه بترعبهم. يعني انت بوجهه نظرك انه ينشرح لهم بطريقه تناسب عمرهم صحيح. انه هذا الشيء كل سن يناسبه اللي ينقال له. يعني انا لما اجي اقول لطفل شاف ذبيحه ليه بابا هو كده حرام ذبحته، حبيبي هي دي الطريقه السليمه، كيف احنا بنطبخ زي الطبيخ، هي دي الطريقه السليمه عشان نقدر ما نخليه يتعذب، عشان ربنا سنن لنا احنا ما ناكل البشر، احنا بنشرح له بطريقه تحببه في الموضوع انه ده احنا بناكل منه عشان ننظفه عشان نسلخ الجسم عشان مش عارفه ايه عشان ما يتألم، ربنا خلق لنا هو في الدنيا عشان احنا ناكل لحمه، ويقول له مثلا آية قرآنية زي لما ربنا خلق لنا الخضار خلق لنا الحيوانات حيوانات معينة. بتشرحي له كأنه شخص يعني كبير بتكلميه بلغة أطفال لكن بطريقة انه اللي بيصير في المدارس معه. حقيقي انا مؤخرا صرت اشوف كثير في الروضات وفي المدارس في المرحلة الابتدائية بيعمل الحكاية دي، فيا ريت احنا نعملها في البيوت في الاول،
احنا بنعدي يعني انا كثير احب الطقوس حقه العيد في عيد الفطر او عيد، احب الطقوس، احب جمعه الاهل، احب اننا نمارس كل الطقوس، بس ليش دائما نركز على الطقوس المؤلمه؟ يعني جميل انك تجيبي بنتك وتخليها تشتغل معاكي كعك العيد مثلا، زي ما قلت لك التشوي، تستقبل الناس، تلبس لبس العيد، تهلل وتكبر مع الناس، لكن ليش لازم ما يكتمل ده كله الا لما اوريه؟ هو مفهوم خاطئ بالنهايه، يعني كثير خاطئ ومرعب. وانا بدي اقول انه مو شرط كل الاطفال يتاثروا، لكن احنا لو قلنا عندي 10 اطفال ومن العشرة تاثر واحد، هذا ريسك كبير. والتاثر مو شرط يبان، في شيء اسمه بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي هو اضطرابات ما بعد الصدمه، يعني ممكن في اللحظه نفسها ما يشوف شيء الاب ولا الام، لكن يبدا بعد كده شويه شويه يتنامى الخوف، تتنامى رده الفعل، ممكن يظهر بشكل ثاني كوابيس. الطفل خياله واسع، فممكن اللي شافه ممكن يشوف الخروف بيجيب الليل، يشوفه انسان، يعني ممكن بعد شويه يبدا الخيال الواسع ده يخليه يتخيل انه اللي اندبح ده مش بس خروف، اشياء ثانيه او على قولك جاله. استاذه سميره، احنا نتمنى للاطفال وللكبار ما يشوفوا الاشياء هذه. انت عندك استعداد تشوفي خروف بيندبح؟ خلاص انا كبرت يعني اكيد. عندك استعداد طيب بامانه؟ لا والله حقيقي ما احب اشوف بصراحه، ولا انا لا حقيقي يعني ما بالك على الاطفال، يعني ما احب بصفه عامه انا ما احب اشوف الدم، بضطر احيانا لكن حقيقي ولا لا ما احب اشوف. طبعا يعطيك الف عافيه، شكرا لتواجدك بسيدتي. شكرا لك وانت طيبه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره اسمحوا لنا ان ننتقل الى فاصل قصير ونواصل باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. سيدتي نت معك اثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجله سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، ما هي أكثر العلامات التي تفضح عمرك الحقيقي؟